زين، ما جت لك عروض بدريه من ام سوزان، من ام طلال، من هدى حسين مع حفظ الالقاب؟ انت ممثله شاطره جدا بدريه، مو انا اللي اقول هالكلام، الكل عارف شنو قدرتك التمثيليه وشنو نجوميتك اللي حققتيها في الكويت. هؤلاء كمنتجات ما عرضوا عليك اي عمل انك تكونين معاهم؟ خلني أنا أقول لك شغلة واحدة، كمنتجة من الأسامي اللي أنت طرحتها، إنزين، كأستاذة سعاد، أم طلال، أم سوزان، هدى هداوة، خلني أقول لك شغلة، يعني هي منتجة وفي نفس الوقت ساعات تكون مؤلفة. هل بتعطي دور كبير البدرية أحمد يعني ما تطلع هي في دور يعني حصلها ان وما تقدر تجيب بدريه في دور مجرد يعني دور يمر مرور الكرام؟ اي يعني انت تبين تكونين ما اعتقد. اي بس هو طبيعي اذا كان اي تفضلي دورين مع بعض اي لازم نفس يكونون نفس، اي تكونين بطلة في انزين، العمل. هي لما بتجيب بدريه، انزين، فما بتحط اسمها اسم بدريه قبل، او نحط مع بعض، خلينا نتكلم امانه. فاحتراما للبدرية وتاريخها ما يقدرون، يعني هو خلينا نتكلم يعني كصداقة وكعمل وكتاريخ، هذه لها تاريخ وهذه لها تاريخ. ف بس يعني بدرية كنا ما بسألك اقدر انا اجيب بدرية واعطيها دور ولا احط اسمها ثاني دور اظلمها. انا من وجهة نظري هذه الفكرة. اوكي، بس بدريه بقول لك الحين، اذا انت مثلتي مع ام سوزان او ام طلال او هدى حسين، انت تبين اسمك معاهم مع بعض نفس طبعا الكادر؟ اكيد. لا يعني سعاد وحياه مع حفظ الالقاب، وهدى اقدم منك فنيا ويعني ما علي، اي انا احترم هذا كله، بس ما ارضى ان اسمي يكون بعد ثالث ولا رابع اسمه زين بدريه، بس انت طلعتي اساميهم. باعمال انا ثاني اسمك، اسم، بس طلعتي باعمال اسمك مو اول يعني شيء. خلنا اقول لك هم اي بالهذا، بس انا بعد استحق يعني اوكي ثاني تستحقين، بس اسم، ما عندي أي مشكلة نعم يعطوني ثاني اسم، يعطوني دور مهزوز. لا 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 ما إن شاء نبي. الله، يعني أنا لو أكون منتجة الحين، أجيب هدى حسين ولا ايه أجيب أم طلال ولا أجيب أم سوزان، هل بحط اسمي قبلهم؟ لا، ما راح أحط اسمي قبلهم، ايه هم اول ما راح، وبعدين انتي. سبهم قبل، ولكن ما راح أقول نعم، راح أحط اسمهم قبلي. ايه عموما ما تحسين ان هالموضوع سطحي مال الاسامي بدريه؟ مو اهم شيء العمل والدور واللي بتقدمونه من هو مو هالسالفه. سطحي كثر ما هو تقدير، هو مش سطحي، خلينا نتكلم واقعيا. يعني ما ارضى انا هالسنين كلها انا اشتغل بعدين احط انا يعني سنين احط اخر شيء ويلا صارت. يعني انا بقول لك شغله واحده، اعوذ بالله من كلمه، انا في عمل اماراتي بعد ما جيت من الكويت، في ممثلين قدامى وفي اساتذه قدامى. خليني اقول لك شغله، زعلوا ليش حاطين اسم بدريه احمد قبل بدل، يعني مثل على مستوى الخليج، انتم على مستوى المحلي نعم زعلوا، شفت نعم شلون؟ زعلوا. نعم بدرية خلنا انا لما اي بيني وبين نفسي اقول من حقهم، ولكن لما اي انا كتعبي وسافرت وتعنيت وسويت لي اسم اقول هذا من حقي. دائما في بين قوسين اسم فنان محلي وفي اسم فنان خليجي عربي، صحيح صح ولا لا؟ نعم الو، بدرية لا تقول عزيزتي، سطحي، لا مش سطحي. نعم انا ما اقول لي حطوا اسمي قبل اساميهم، ولكن حطوا اسمي في موقع انا اكون تستحقينه، فيه مكانك الصحيح. كتير، كتاريخ، كتعب، هذا اللي اطلبه. ما اقول حطوا نعم اسمي قبل ام سوزان ولا قبل ام طلال، لا، نعم ولكن اسمي يكون إيه كذي حلو اقتضى التنويه.